هما الكبيده اللي ما درناش الدجاجه. اييه هذوك غادي يكونوا عندنا اخرين غادي نقطعوهم صغيورين. اييه نقطعوهم بحال قل من الضويمات. هذه حرشه. هذه الحرشه عندنا فيها نص كيلو، المهم ثلاثه الكيسان، ثلاثه الكيسان 600 رقيقه. عندنا كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال الزيت، واخا كاس لاروب ديال الزيت. عندنا كاس لاروب ديال الحليب. سنيده عندنا غير جوج معلقات، عندنا جوج خمارات ديال الحلوه، عندنا شويه ديال الملح. اييه هذا الشيء اللي عندنا في الحرشه، وجوج بيضات تنضربوا جوج بيضات مزيان، تزيدوا عليهم جوج معالق ديال السنيده، تزيدوا الزيت والحليب ومليحه وتنخلطوا مزيان، تنحطوا تنزيدوا دوك ثلاثه الكيسان على حسب السميد. الا طغنا شويه قدروا يزيدوا شويه السميده، مداش هما عينهم مزيانهم حيت حنا تنضربوا كلشي عاد تنزيدوا السميد. نديروا جوج خمارات تنخليوها تترتاح. يكون عندنا ديك الليمون سنة بنتي ديال لي طارت دوك الصغار. ايه هذوك تنكونوا حتى هما عندنا، تنشدوا دوك القشيوشات ديال الدجاج تنخلطوا عليهم بصله. ايه واحد راس ديال الثومه والقزبور والمدنوس، المهم تنشحروهم على بصله مزيان، عاد تنزيدو نضيفو العطريه، شويه ديال البزار مليحه، شويه الخرقوم عرق، شويه القزبور يابس، شويه الهريسه، شويه ديال الموطاغ، معلقه ديال الصوجا، وحنا تنخلطو في هاد الشي مزيان حتى تنشف، مخاصوش يبقى فيها. ايه صافي تنحيدو من فوق البوطه. اللي السي درت تبغي الزيتون نقدرو نزيدو شويه الزيتون. اللي ما بغاتوش ما اي اختياري فعلا. الاخر عاد تنزيدو ثاني شويه المدنوس باش تبقى داك، تنحطو تنشدو دوك المول تندهنوهم كامل بالزبده، نرشوهم بالسميد، تنحطو معلقه كبيره تنبسطوها، تنهزو معلقه من داك الخليط، سمحي لي بنتي، تنزيدو واحد جوج معالق ديال الفروماج. واخا حتى تنحيدهم فوق البوطه، عاد تنزيدو جوج معالق ديال الفروماج محكوك وتنخلطو مزيان. تنبسطو نحطو كلهم، نحطو فيهم معلقه معلقه، المعلقه تكون كبيره ما تكونش تزيد عندنا معلقه صغيره، حيت راه المعلقه ديالتي تتفاجئ معايا بالكاله. هادشي اللي كاين عندنا ميزانه. تنبسطو بنتي مزيان، عاد تنبداو تنحطو كل وحده فيها شويه ديال الحشوه. كل وحده فيها شويه، اللي بغات تفركس عليهم تدو شويه الفرومون وتنعاودو نزيدو من الفوق. اييه واخا هادي اللي بغات، عاد تنعاودو نغطيوهم كاملين. مفهومه بنتي الطريقه؟ اييه مفهوم. صافي تنعاودو نغطيوهم كاملين، وديك الساعه تنديرهم في الفران، تنشعلوهم لتحت، تيديرو لنا من الجناب راه بدات ديك الحصاصه تحمى، تنشعلو لهم الفوق اولا تنهبطوهم لتحت. اييه تبارك الله عليك، هادو المناسب الكوتي. وتنحيدهم ديك الساعه تنديرو شويه الخوص وشويه الماطيشة السوريز. اييه نتزينو بهم الطبيصي العشيوه وتغديوه حتى كتصرف. اييه فعلا ولا كوتي، الله يعطيك الصحة. تيجيو الكوتي كنبغيو حويجات مالحين مرة مرة. تيجيو باهلين. اييه.